السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أحمد من مركز سيستر الاتصالات. اليوم راح نتكلم عن برنامج جديد، برنامج حسابم التابع لشركة تركسل. طبعا راح نتكلم عن أهم ميزات هذا البرنامج. اليوم قبل ما نفتح البرنامج راح نتأكد إنه مشغلين البيانات، بيانات الاتصال الهاتفي، ومسكرين الواي فاي مشان ما نعاني مشاكل بتسجيل الدخول. فأنت حتى لو كان رصيدك خالص، فينك تفوت على البرنامج بشكل مجاني. مجرد تضغط على البرنامج راح يعمل تسجيل دخول. مثل ما تكون شايفين بالصفحة راح يطلع لي أول شيء الهدية كازان، واللي هي أهم ميزة بهذا البرنامج، وهي الهدية الأسبوعية اللي بتجي لخطوط تركسل. بس لحتى تكسب هاي الهدية لازم توفر شرطين. الشرط الأول اللي هو أن يكون خطك دورد جي، يعني 4G. والشرط الثاني انه يكون تليفونك كمان بدعم الفورجي. طبعا اذا ما كان خطك 4G ففينك تراجع اقرب مركز تركسل وتستبدله على خط 4G بنفس الرقم. مثل ما كنتم شايفين نضغط على هدية كازان او صلى كازان، فراح يطلع لي انه انا خطي ما بدعم الفورجي، فيرجى انه راجع اقرب نقطة لحتى اقرب مركز تركسل لحتى غير الخط. الميزة الثانية راح نتكلم عنها اللي هي ميزة معرفة الرصيد اللي بتوفرها هذا البرنامج. مثل ما كنتم شايفين راح يعطيني رصيد الباقات الموجودة عندي بالشكل الآتي على 3 أقسام: إنترنت، دقائق، رسائل. والقسم الرابع اللي هو الإنترنت الخاص بتطبيقات التركسل. بالإضافة للباقات راح يعطيني تاريخ انتهاء كل باقة. يعني أنا عندي مثلا اجتني هدية 1 جيجا إنترنت بعد ما عبيت رصيد، خلصت الواحد جيجا ولكن ما انتهت المدة. مثل ما كنتم شايفين ب 28 مارس 2018 انتهى المدة. الباقة القديمة راح تنتهي ب 25 مارس 2018، والباقة الجديدة اللي عبيتها ب 20 شهر راح تنتهي ب 20 نيسان 2018. طبعا اضافة لرصيد الدقائق مثل ما كنتم شايفين 475 دقيقة، الباقة القديمة 3 دقائق، والهدية اللي اجتني بعد التعباية. الانترنت الخاص بتطبيقات التركسل مثل ما حكينا، في تطبيقات مثل بيب بيجي عليها 1 جيجا، وتطبيق تاني كل ما عبيت باقة اتشران راح يجيك 5 جيجا ديريكليك، 5 جيجا على برنامج اسمه ديريكليك، برنامج اخباري تابع لشركة تركسل. الميزة الثانية اللي راح نتكلم عنها اللي هي الساريكوتو. الساريكوتو هي ميزة فينك تشترك فيها عن طريق البرنامج، في يجيك نقاط شهرية. النقاط الشهرية قيمتها 300 نقطة، كل يوم 10 نقاط. هدول النقاط بس جمعتهم فينك تشتري انترنت او رصيد عن طريق هاي الميزة. فينك تختار الهدية تبعيتك بشكل سهل عن طريق البرنامج مثل ما حكينا. الهدايا طبعا متنوعة، منها اشتراكات باوتيلات، ومنها تنزيلات على اسعار الالبسة، ومنها الانترنت اللي حكينا عنه 1 جيجا لمدة شهر ب 3000 بوان، وإضافة لباقات العلاقة بالفيسبوك من 3 شهور لفيسبوك مجاني بقيمة 1800 بوان. طبعا أنا الرصيد المجمع مثل ما كنتم شايفين 2001 بوان. الميزة الثانية أو الثالثة اللي رح نتكلم عنها حاليا هي الميزة المهمة جدا جدا جدا، وهي تعتبر حل لكثير من المشاكل. طبعا كثير من الناس بتعاني من مشكلة فقدان الخط. فقدان الخط انه هذا الخط انا مو باسمي، طبعا انا شلون بدي اعرف اسم مين هذا الخط، او اذا اخذت الخط من شخص ثاني وماني متاكد من اسم صاحب الخط، فيني بكل سهوله انقر على الصفحه الوسطانيه ويكتب لي اسم صاحب الخط مثل ما نكون شايفين بالتفصيل، كاتب لي اسم صاحب الخط ورقم الخط. طبعا الميزه الرابعه اللي هي معرفه رصيد الليرات مثل ما حكينا، وتاريخ انتهاء الخط اللي بتوفر لك اياها بالصفحة الوسطى بالبرنامج. بيكتب لك انه اذا ما عبيت ليرات لتاريخ 22 ايلول راح يوقف الاتصال بخطي، راح ينحرق ب 21 اذار السنة الجاية. الميزة الرابعة اللي بتهمنا جدا كمان بهذا البرنامج اللي هي معرفة العروض الباقات على الخط. فينا باعلى الصفحة من فوق ننقر على صندوق الهدايا. صندوق الهدايا راح يعطيني اهم الباقات والعروض المتوفرة على خطي. مثل ما تكونوا شايفين عندي اتشوران 4 جيجا ب 40 ليرة، وعندي اتشوران 3 جيجا بس اضغط عليه راح يطلع لي التفصيل عن الباقة. طبعا هاي اهم 4 مميزات موجودة بهذا البرنامج. في ميزة المساعدة، طبعا هاي ما بنستفيد منها الا اذا في كنا حال نتقن اللغة
التركية إضافة لميزة تعبئة الليرات والرصيد في حال كان عندنا رصيد بالبنك. وهيك كون حكينا عن أهم ميزات برنامج حسابي. نرجو منكم المشاركة والإعجاب على أوسع نقاط حتى نفيد أكبر عدد ممكن من السوريين والعرب المقيمين بتركيا، والاشتراك على صفحتنا على الفيسبوك تيسلا وعلى اليوتيوب تيسلا. ونلتقاكم إن شاء الله الأسبوع الجاي ببرنامج جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.